تجهيزات عائلة أبو شعر لعرس تالا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت عائلة أبو شعر بمجموعة من الاستوريات، وامبارح كان حمام العريس، واليوم تفاعلت عائلة أبو شعر تحديدا الشباب بمجموعة من الاستوريات وهنن عند الحلاق، وعلى الأغلب فإن العرس رح يكون بكرة. نشوفوا كمان مين عم يضبط الدقن. هلا والله. شو تمام؟ مية مية. يا رقديمك يا كريم. يعني بس تشوفوا الهيد بيس وهالقصص شو معناتها، عم نعمل بروفة العروس مع توني. كيفك توني؟ فرصة سعيدة. طبعا أنا دغري دللت حالي، اغتنمت الفرصة وقلت لعمل شعري. رح نعمل شيء كتير حلو وكتير عزبناك والله. كتير رح يكون شيء حلو صراحة، لأنه توني كان حريص إنه يجرب أكثر من موديل لنعمل لها تالا الشيء اللي بيلبق له. أكيد تطلع برنسس إن شاء الله. عروس إن شاء الله. إن شاء الله يسلم إيديك يا رب حبيبي. أما اليوتيوبر غيث مروان فبعد ما أعلن إنه هو رايح لعرس تالا وراح يضل 5 أيام، فاليوتيوبر غيث مروان اليوم اعتذر من عائلة أبو شعر وكنسل الرحلة بأكملها، وما ذكر غيث مروان السبب، لكن صرح إنه بتصير معه أشياء غريبة هالفترة وإنه انصاب بالعين على خزيات، فكلهم صاروا بسوريا إلا نحنا. ف إن شاء الله حتكون طيارتنا، حنضل تقريبا 5 أيام بعدين حنرجع، يمكن أقل، بس لحد الآن 5 أيام وبس، يعني ما راح. هلو هلو، بدي أقول اشتقت لكم قد الدنيا كلياتها. بعرف صار لنا فترة ما حاكيين مع بعض هون، بس كنا مشغولين بالخطبة وبالقصص والتجهيزات، لساتنا مشغولين، بس انه انا متعودة هيك كل فترة هيك اطلع واحكي معكم. بس بدي أقول مشتقت لكم كتير، وانتوا عطول ببالي وبشوف الشات وبحكي مع كم حدا منكم وبرد ونعمل وهيك، بس لازم احكي معكم هون.